أو سلسلة محاضرات كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية. وطبعاً بيسعدنا تشريفنا النهاردة دكتورة رشا علام. دكتورة رشا علام تخرجت من قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة أكسفورد من برنامج القوانين والنظم الإعلامية. حصلت على شهادة فخرية من جامعة أنبرغ للاتصالات ببنسلفانيا. ثم حصلت على الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية ماستريكت للإدارة في تخصص إدارة وسائل الإعلام. عملت الدكتورة رشا أستاذة بجامعة MSA حتى عام 2014، وتعمل أستاذة مشاركا في قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية منذ 2005 إلى الآن، وهو القسم الذي ترأسه دكتور رشا كرئيس مشارك. اهتمامات دكتور رشا البحثية كثيرة، وتشمل نظم إدارة الإعلام المصرية والعربية، القوانين والنظم الإعلامية للبث العربي، ورصد وسائل الإعلام والإعلام والانتخابات، وحرية التعبير والصحافة في الشرق الأوسط. دكتورة رشا علام لديها عمود أسبوعي منذ سنوات في جريدة المصري اليوم، كما ساهمت في صحف أخرى مثل جريدة الوطن، فضلا عن غيرها من برامج الإذاعية والتلفزيون. الدكتورة رشا علام هي مديرة المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية منذ عام 2015. كما يسعدنا أيضا انضمام أستاذة سلمى شريف الغيطاني. أستاذة سلمى حصلت على البكالوريوس بدرجة امتياز في الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية عام 2008 في الاتصال والتسويق، وكان تخصصها الفرعي هو الأعمال وعلم النفس. كما حصلت على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تناولت رسالتها التحديات والسياسات الخاصة بإدراج التربية الإعلامية في المدارس المصرية. تلقت الدكتورة الغيطاني تدريباً مكثفاً على مفاهيم وتطبيقات التربية الإعلامية من خلال أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية ببيروت في لبنان. تعمل دكتورة أستاذة الغيطاني حالياً على دبلوم التسويق من معهد التسويق البريطاني CIM. كما تعمل على مشروع إدراج مفاهيم التربية الإعلامية في المدارس من خلال وزارة التعليم ووزيرها الدكتور طارق شوقي، والذي كان أحد المناقشين لرسالة الغيطاني لدرجة الماجستير. شغلت الغيطاني منصب مسؤول التسويق في قسم إدارة الأصول بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار، كما عملت ككاتبة ومحررة للعديد من شركات الدعاية والنشر، وتشغل الآن منصب المساعد التنفيذي لمدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية. أرجو أن ترحبوا معي بدكتورة رشا علام لتقديمها المحاضرة. مساء الخير جميعا. شكرا جدا للمقدمة الكبيرة دي، وأشكر دكتورة هالة درغام والدكتورة دينا البوري على دعوتهم ليا أن أكون معاكم، ده شيء يشرفني. وبشكر طبعا كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية وما تقدمه من ندوات مختلفة بتثري فعلا كل المشاركين بها. قبل بس ما نبدأ الندوة او البرزنتيشن، اطلب بس من سيادتكم منا جميعا ان احنا يكون في دقيقة صمت على ارواح شهداء العريش. شكرا جزيلا. عايزه ارحب بكل الناس اللي جت مخصوص النهارده، وارحب بصديقي محمد عزمي، صديق عزيز علينا كلنا. طيب، احنا موضوعنا النهارده الدرايه الاعلاميه او الوعي الاعلامي اثناء مرحله التحول الديمقراطي. زي ما عارفين البلاد العربيه كلها بتمر بمرحله التحول، أو بتصنف على إنها بلاد في مرحلة التحول الديمقراطي. بس قبل ما ندخل في الموضوع،
نعرض كده شوية بيانات عن بما أننا بنتكلم على الديجيتال تكنولوجي وعلى الإنترنت وعلى استخدامنا الكبير للوسائل سواء على الإنترنت أو وسائل التواصل شبكات التواصل الاجتماعي، فنعرف بعض النسب والبرسنتجز اللي موجودة عندنا على مستوى العالم وعلى مستوى مصر داخليا. لو احنا بنقول لو احنا على كوكب الأرض 7 مليار شخص أو 7.3، ففي 3.4 بيستخدموا الإنترنت، في منهم 2.3 active social media users بيدخلوا على شبكات التواصل الاجتماعي، 3.7 عندهم بيستخدموا موبايل فونز، في استخدام للموبايل فونز مش شرط لوسائل التواصل الاجتماعي بس موبايل فونز، في 1.9 بيدخلوا على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال التليفونات المحمولة. المعدل النمو السنوي للإنترنت يوزرز أو مستخدمين الإنترنت على مستوى العالم من 2015 ل 2016 كان زاد بنسبة 10%. السوشيال ميديا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 10%، 4% نسبة التليفونات، و 17% نسبة استخدام شبكات التواصل من خلال الهواتف المحمولة. دي نسبة الإنترنت أو استخدام الإنترنت على مستوى العالم، النسب كلها على مستوى العالم. عندنا هنا شمال، عندنا هنا أفريقيا، عندنا الشرق الأوسط، عندنا جنوب أمريكا، عندنا شرق آسيا. نيجي بقى لمصر، احنا يعني آخر تعداد قال إن احنا 94 مليون داخل مصر، 104 خارج مصر. ده عشان بس كان السنة اللي فاتت، فهو كان التعداد حسبه 92 مليون، فممكن نزود 2 مليون كمان. وبعدين اللواء أبو بكر قال إن إحنا زدنا في آخر 3 شهور مليون، يعني ساعتها طلعوا التقرير لغاية النهاردة زدنا مليون كمان، يعني فممكن نحطهم 95 مليون. نص السكان تقريباً يعني أو أقل شوية بيستخدموا الإنترنت بشكل أو بآخر، طبعا مش بنفس المعدل بس نص السكان نقدر نقول ان هم بيستخدموا الانترنت. 28 مليون بيستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي من على الاجهزه زي اللابتوبس او الكمبيوترز الخاصه بليهم. عندنا 94 خط او يعني خط تليفون، ده طبعا اكبر من نسبه عدد السكان لان احنا في ناس بتحب تشيل موبايلين وثلاثه، فاحنا عندنا تليفونات اكتر من السكان. 23 مليون بيستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الموبايل فونز. المعدل النمو من 2015 ل 2016 كان 8% زادوا نسبة مستخدمين الانترنت، 27% نسبة الموبايلات سوري السوشيال ميديا، قلت بنسبة 1% الموبايلات لأن دلوقتي بقى يتطلب إن إحنا يبقى في البطاقة الآي دي كارد أو الرقم القومي، لما أجي أشتري خط تليفون لازم يبقى فيه الرقم القومي، ما ينفعش تاخد خط من غير رقم قومي، فدي نسبتها قلت بنسبة 1%. نسبة الناس بتستخدم السوشيال ميديا من خلال التليفونات المحمولة زادت بنسبة 40%. هنا نفس النسب تقريبا بس المهم عندنا النسبة اللي هي 42% اللي هي خاصة بال 3G وال 4G أو ال 3rd generation وال 4th generation من وال 4th generation من الإنترنت، وده يوضح لنا إن هيبقى فيه مساحات أكبر ونسب أعلى للمشاركة ونسب أعلى للاستخدام سواء للإنترنت أو سواء للسوشيال ميديا. طيب نيجي بقى المفهوم الدرايه الاعلاميه. النسب اللي فاتت دي كانت مهمه عشان نعرف هو احنا فعلا مهم ان احنا نعرف او ندرس او ان احنا نبقى على وعي بوسائل التواصل الاجتماعي او بالمواقع الالكترونيه اللي احنا بندخل عليها، ولا دي نسبه ضئيله ويعني لا تؤثر في ثقافه ولا في البيهافير للمواطن المصري.
الوعي الإعلامي هو القدرة، قدرة الوصول، قدرة الشخص اللي بيستخدم الإنترنت إن هو يوصل وإنه يحلل وإنه يقيم الرسالة الإعلامية اللي هو بيقراها سواء بمختلف أشكالها، سواء بيقراها سواء بيسمعها أو سواء بيتفرج عليها، يبقى عنده قدرة على تحليلها. يعني إيه عنده قدرة على تحليلها؟ يعني ما يبقاش إنسان سلبي وهو بيستخدم، وهو بيتلقى المعلومة، مش ياخد المعلومة وبناء عليها أنا هتعامل بشكل سلبي أو هاخد موقف أو هتعامل بشكل إيجابي أو هندرج وراء المعلومة دي بشكل عشوائي من غير ما أقيم الخبر اللي قدامي. ليه مهم دلوقتي الناس بقت تهتم بالوعي الإعلامي والوعي الإلكتروني؟ ليه بقى في مؤتمرات بتقام تدرس إيه هي إيه أهمية الوعي الإعلامي وإيه يقيسوا درجة الوعي الإعلامي عند المواطنين ولا لأ، ويدوهم أخبار ويشوفوا مصدقينها ولا مش مصدقينها؟ لأن بقى في عندنا ترند جديد أو مصطلح جديد في الإعلام اسمه الأخبار المزيفة. الأخبار المزيفة دي طول عمرها موجودة، إيه جديد؟ يعني من أول ما الصحافة يعني نشأت وفي أخبار مزيفة كلنا بنتعرض ليها. مشكلتها السوشيال ميديا، مشكلتها الديجيتال تكنولوجي، إن كلنا دلوقتي كل واحد فينا دلوقتي بقى يقدر إن هو يعمل محتوى، ان هو يخلق محتوى، ان هو ينشر محتوى. فالمحتوى ده ممكن قوي ان انا انشره بهدف غير هدف ان انا قصدي ان انا اديك معلومه او ان انا اعلمك او ان انا من اجل الترفيه، يعني خارج، يكون الهدف خارج السياق او خارج النطاق او الهدف الاساسي لوسائل الاعلام اللي هي التعليميه او التثقيفيه او الترفيهيه. طيب ايه هي الاخبار المزيفه؟ يعني طب اعرف الخبر المزيف ده ازاي؟ هو في معظمه هو بيتاخد من خبر حقيقي، يعني هو بيجيب المعلومه بتاعته. الخبر المزيف ده هو ازاي يخدعك؟ لو كتب لك حاجه يعني في اشخاص غريبه ها على كوكب الارض وبتاكل الناس، ما حدش هيصدق. هو لازم يجيبها لي من حاجه واقعيه، حاجه الناس حاسه بيها، حاجه الناس بتعاني منها، حاجه الناس عارفه متوقعاها، ويبني عليها معلومات غير دقيقه. فهو في معظمه متاخد من قصه حقيقيه لكن بيكملها على معلومات لا تستند على حقائق وتعتمد على مصادر مجهلة. ودي سلمى بقى هتكلمنا فيها باستفاضة، المصادر المجهلة. يقول لك وأكد الخبير الكذا كذا ونوه الخبير الكذا كذا من غير إيه ما يقول لي إيه هو مصدر الخبر، أو بيكتب لي عنوان شيق جدا على الموقع عشان أدخل على الموقع وعشان أقرأ الخبر وأبقى يعني كأنه طعم. طيب انتشار الشائعات دي ده شيء هيهدد استقرار المجتمع. لو احنا فضلنا ان احنا ناخد المعلومات من غير ما يبقى عندنا الوعي الإعلامي، بالتالي أي معلومة هتأثر فينا. انتشار المعلومات المزيفة بيؤدي إلى انتشار المعلومات المزيفة ممكن بيجي لي في صورة تضارب بيانات، فتحصل واقعة أو حادثة، فتبتدي المواقع بدل ما بتستقي الأخبار والمعلومات من مصادر موثوق بها ومصادر رسمية، عشان هو حاسس ان هو لازم ينشر الخبر الاول، هو عايز ينشر الخبر الاول عشان ياخد نسبه مشاهده عاليه، وبالتالي تيجي له نسب من او عدد من المعلنين للموقع بتاعه. هو ده الهدف اللي هو بيسعى ان هو يحققه. فتضارب في البيانات، فيحصل الناس مش عارفه تروح فين، تروح هنا ولا تيجي هنا، اسال هنا ولا اسال الموقع ده ولا اسال الموقع ده. فمهم قوي ان انا ابقى عارفه هو الموقع ده مصدره ايه، الموقع ده بقى له قد ايه بينشر اخبار، تاريخه، الموقع ده مصداقيته قد ايه، الموقع ده ايه المصادر اللي هو مستند عليها. طبعا البعض بيقول ان يعني في بعض الناس بتقول لك لا بس انا ما تحكمش ان انا ما اتكلمش لان ده هيبقى ضد حريه الراي والتعبير.
هرد عليه واقول له ان في حاجه اسمها في فرق بين حريه الراي والتعبير، وفي فرق بين ان انا بنشر اخبار من اجل وانا ما عنديش وعي مدى تاثيرها على المتلقي، وبين الحريه المسؤوله ان انا ليا الحق ان انا اعبر عن رايي، وليا الحق ان انا انشر المعلومات لو في معلومات مهمه، بس في نفس الوقت ابقى متاكد. المسؤوليه معناها ان انا اتاكد من مصادرها ومن دقتها، لان هو دي الوظيفه الاساسيه لوسائل الاعلام، نقل الاخبار، ولكن نقل الاخبار بمصداقيه وبحياديه دون تحيز، والتاكد من دقتها وصحتها. طيب، هو انا ليه بعمل الفيك نيوز ده؟ عشان انا واحد قاعد ظريف على الموقع ومش لاقي حاجه اعملها. في بعض الاشخاص كده لكن في بعض برضو في بيبقى بعض الاغراض سياسيه، ان انا عايز اشوه صوره. لو شفنا مثلا دلوقتي انتخابات اللي بتحصل في النوادي والمرشحين بيقولوا ايه، طبعا مش كل المرشحين، لكن هنلاقي ان المعركه شرسه جدا، وان الانترنت والسوشيال ميديا عملوا مساحه واسعه جدا في ان انا اعمل كامبينز قويه اثر في المستخدمين الوسائل او شبكات التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت برضو ليها وجه اخر في ان انا اشوه صوره المرشح الآخر أو المنافس الآخر. فبيبقى ساعات ليها أهداف إن أنا سياسية أيا كانت درجة السياسة، أو لتحقيق أرباح، وده بيبقى برضو من الأهداف الأساسية إن أنا بعمل الفيك نيوز. وده معظم المواقع اللي بتنشر أخبار مزيفة بيبقى أساسا لتحقيق ربح. طب هو بيحقق ربح إزاي؟ بيحقق ربح بنسبة الكليكس اللي بعملها واللايكس والشيرز. كل ما اعمل كليك وكل ما افتح الخبر وكل ما اعمل له شير، كل ما يقول بصوا يا جماعه انا عندي زوار كتير قوي على الموقع، فيروح للمعلن يقول له بص ده انا عندي النسبه دي من المعلنين، فالمعلن للاسف بيقع برضو يعني فريسه وبيقع في هذا الخداع، هذه الخديعه، وبيروح يعلن في الموقع لان هو في الاخر المعلن عايز نسبه مشاهدين. طيب، الأخبار المزيفة مش بس المشكلة في إن هو بينشرها، زي ما قلنا بينشرها إن هو كمان عايز إعجاب، فبيطلع لي كمان الويب سايت ده كل ما الناس تعمل له شير وكل ما الناس تعمل له لايك، كل ما يطلع عندي في النيوز فيد بتاعتي، فيبقى ليه تمركز ويبقى ليه قيمة، يبقى ليه قيمة أكبر. فمهم قوي إن أنا لما ألاقي خبر أقول يعني مش معقول يعني حد في مسؤول معين هيقول خبر زي ده، ها، فما فيش داعي لنا لا اعمل لا افتحه، ولا ولو فتحته ها عشان ادرس هل هو موثوق فيه ولا لا، فيش داعي ان انا اعمل له شير، لان انا لو عملت له شير والناس بتثق فيا يبقى الناس هتعمل له شير وهتصدقه. لو انا لقيت الدكتوره دينا عامله شير لخبر، فمش معقول الدكتوره دينا نشرت خبر او عملت شير لخبر من غير ما تتاكد منه، خصوصا الخبر عن التعليم، صح؟ طيب، ده هيأثر على قلنا زي ما قلنا هيأثر على مستويات مختلفة من الرأي العام، وطبعا بتختلف من بلد لبلد، فلازم بعرف ان انا لو في بلد فيها نسبة من الأمية او درجة مش عالية من التعليم لجميع المستويات، فده هيكون انتشار الأخبار دي هيبقى اقوى وتأثيره هيكون اقوى واعمق بكثير. وعشان تكذب بقى الخبر او تنشر بقى تصحيح ليه، محدش هيعمل له شير، خلاص الخبر أخذ دورته على السوشيال ميديا، دورته وأثر في الرأي العام على السوشيال ميديا، وانتهى به الأمر عند هذه النقطة. طيب، فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ إن وسائل الإعلام التقليدية برضو مصداقيتها هتقل وشهرتها هتقل، وناس هتشعر بالملل لأن هي ما بتطلعليش أخبار، ها، او ما بتعمل مش مشاركه حقيقيه. لازم وسائل الاعلام التقليديه تشارك على وسائل التواصل الاجتماعي عشان تبقى هي المصدر اللي انا برجع له، بدل ما الاعلام التقليدي في جانب والسوشيال ميديا في جانب تاني. لا، ده لازم الاعلام التقليدي يبقى ليه حضور وظهور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي عشان يبقى هو المصدر اللي انا برجع له لما انا اشك في خبر معين او اشك في مصداقيه الخبر. دور المجلس الاعلى برضو للاعلام طبعا هيبقى ليه دور
في ان هو وضع اكواد او ان هو بيناشد وسائل الاعلام التحري تحري الدقه عند نشر الاخبار. والحقيقه ان معظم وسائل الاعلام مش هي اللي بتنشر الاخبار المزيفه، هي الاخبار المزيفه بتبقى من افراد سواء لغرض سياسي او لغرض مالي او لغرض شخصي، شهره ان انا شفت الخبر اللي انا كتبته عمل ايه في الناس واثر قد ايه في الناس واخد كام شير وكام لايك. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين الخبر ونقرا الخبر ده. في موديل ظريف قوي ان انا لما يجي لي خبر لازم اشوف مين اللي بعت لي الخبر ده، مين اللي بيقوله لي، وايه الغرض بتاعه، وهو عايز يعمل تاثير قد ايه، وايه التاثير اللي هو، هل هو عايز يرهبني، هل هو عايز يطمني، هل هو عايز يخوفني، هل هو عايز يعلمني، هل هو عايز يديني معلومه فعلا حقيقيه ولا لا. فلازم اما نيجي نشوف الخبر لازم اشوف مصدره، درجة مصداقيته، مستخدم أنهي وسيلة إعلام، هل مستخدم الإذاعة، مستخدم التلفزيون، مستخدم السوشيال ميديا، فأعرف هو عايز يأثر في مين، إيه وإيه درجة، إيه التأثير، إيه التأثير اللي هو عايز، إيه نوع التأثير اللي هو عايز يعمله في المتلقي. دي باختصار أهمية وتعريف الوعي أو الدراية الإعلامية. هسيب بقى لسلمى فرصة. شكرا جزيلا. مساء الخير. اولا احب اشكر كليه التعليم المستمر على استضافتي النهارده، ودكتور رشا علام على التقديم. هي الحقيقه دكتور رشا قدمت شرح وافي جدا لمفهوم الدرايه الاعلاميه، او انا بسميها تربيه اعلاميه، فده يمكن ترمينولوجي او لفظ تاني برضو ممكن تبقوا تحبوا تعرفوه، ان هي اليونسكو بتعرفها بالدرايه الاعلاميه، ولكن في برضو تربيه اعلاميه، ودي بتبقى مختصة أكتر يمكن بالسن الأصغر في المدارس على مستوى الطلاب، لأن هي مرتبطة بالتربية والتعليم. ففي حاجات هتبقى متداخلة ما بين البرزنتيشنز، أنا هحاول أن أنا ما أطولش عليكم. التربية الإعلامية أو الدراية الإعلامية يعني كمفهوم بيختلف عن مفاهيم تانية كلها متداخلة مع بعض، برضو مهم ان انتوا تبقوا عارفينها، زي مثلا الكمبيوتر ليتريسي، التربيه الحاسوبيه المختصه بكيفيه استخدام الكمبيوتر بشكل بيزك جدا، او الانترنت او سايبر ليتريسي اللي هي تربيه في مجال الانترنت، ازاي ان انا استخدم الانترنت بكافه اشكاله مش بس وسائل التواصل الاجتماعي. في كمان انفورميشن ليتريسي اللي هي التربيه المعلوماتيه، ازاي اعرف اطلع المعلومات اللي انا عايزها والمصادر اللي انا عايزها، ودي بتختص كمان بالبحث في المكتبات وكده الى جانب الانفورميشن ليتريسي اللي بتبقى اونلاين. وفي طبعا التربيه الاعلاميه اللي دكتور رشا قدمت زي ديفينيشن ليها، فانا مش هعيده تاني. التربيه الاعلاميه بتختلف عن، لان في ناس ساعات بيحصل عندها اللبس ده، عن الاديوكيشنال ميديا او استخدام وسائل اعلاميه او رسائل اعلاميه لغرض تعليمي او دراسي. يعني انا لو عملت درس للفيزياء على التلفزيون او اونلاين، ده مش تربيه اعلاميه، انا بستخدم وسائل اعلاميه علشان اعرض محتوى دراسي او تعليمي، فده بيبقى مختلف شويه. مفهوم التربية الإعلامية كمفهوم مش جديد، موجود من يعني انتشر يمكن خلال 30 سنة اللي فاتوا من خلال الأبحاث والتطبيقات العملية وكده، بس هو يمكن موجود كمان، يعني كان في أبحاث لقيتها بتقول إنه موجود باك تو الثلاثينات. هو اوريدي مفهوم مستقل بذاته وذو شهرة واسعة في بلاد زي أمريكا وكندا وبريطانيا ولبنان في كدول من الوطن العربي، وبيدرك في مدارس والجامعات يا اما كماده مستقله اسمها تربيه اعلاميه، يا اما بيدرك كجزء من مواد ثانيه في المدارس او في الجامعات. التدخلات الطبيعيه المستخدمه من قبل الاباء والمعلمين، دي كانت حاجه لقيتها كانت يعني انترستنج جدا في واحده من الابحاث، ان احنا مفاهيم التربيه الاعلاميه وتطبيقاتها موجوده من زمان، يمكن أولياء الأمور الآباء والأمهات بيمارسوا ده مع أطفالهم بشكل مستمر، لما الطفل بيتفرج على فيلم أو كرتون وأنا أقعد جنبه وأدي له زي دي بريفينج أو شرح مبسط للمحتوى ده، ده بيسمى تربية إعلامية.
المعلمين اللي بيخلوا الطلاب بتوعهم في المدارس يخلقوا محتوى لمشاريعهم يحطوه أونلاين، ده جزء من التربية الإعلامية. فيمكن المفهوم نفسه منتشر بشكل كبير، ولكن هو عشان بحر واسع قوي دخله حاجات كتيرة، فإحنا يعني بنتاتش كده بس على شوية مفاهيم بسيطة. بعض الأسئلة بيطرحها الشخص الواعي إعلامياً لما بيجي يتعامل مع الرسالة الإعلامية أو المحتوى الإعلامي أو الإعلاني. ده فيديو كده إنفوجرافيك زميلة اسمها ميار الشحات ساعدتني أنا أعمله. دي بعض الأسئلة اللي ممكن أنا كواحد مستهلك للمحتوى الإعلامي أسألها، ده إلى جانب أن أنا ممكن أسأل أنا إزاي ممكن أعرض أفكاري بشكل كرياتيف، لأن جزء كبير من التربية الإعلامية بيختص بخلق المحتوى للتعبير عن الرأي وللتمكين للإمباورينج للمواطنين. ففي جزء كبير بيبقى أن أنا إزاي المحتوى اللي أنا بحطه أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو على البلوج بتاعي إزاي يبقى أنا بطلعه بشكل لائق وجيد وذو جودة عالية علشان أعرف أوصل رأيي بأحسن شكل ممكن. ممكن أسأل كمان إيه السياسة التحريرية للقناة أو للوسيلة الإعلامية اللي نقلة للمحتوى الإعلامي ده، إيه الأيديولوجي بتاعتها. كل دي أسئلة لازم وأنا بستهلك أي رسالة إعلامية بصفة يومية على الموبايل أو حتى في الجرائد أو أونلاين، لازم أسأل نفسي الأسئلة دي. دي شوية استخدامات وتطبيقات للتربية الإعلامية أونلاين، يمكن مقاومة خطاب الكراهية والسايبر بولينج اللي هو التسلط اللي بيبقى على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في الأطفال اللي بيستخدموا الوسائل دي من غير ما بيبقى عندهم وعي، فبيسببوا البعض أذية نفسية جامدة، ويمكن ده بيؤدي لأضرار نفسية وجسدية للأطفال. مقاومة خطاب الكراهية من مجاميع ضد مجاميع تانية برضو أونلاين، أنا لو عارف أن أنا عندي وعي إعلامي أنا مش هندرك في شراك السايتس أو الكونفرسيشنز أو الديسكشنز اللي بتبقى أونلاين اللي بتشجع ده. البادي أند سيلف إيمج، صورة الجسد نظرة المرأة، أنا ممكن أنا من خلال الإعلانات المضللة أن أنا أسبب أن البنات الصغيرين يبقى عندهم مشكلة في الثقة في نفسهم، لأنهم شايفين صورة مثالية للبنت في الإعلانات كلها وهم مش مطابقين للصورة دي، فبالتالي يبقى ده يسبب لهم مشاكل. الإعلانات المضللة بشكل عام اللي بتقولي محتوى يعني مش متكونش معروضة على أي جهات رقابية زي الإعلانات الكريم اللي مش عارفة بيعمل إيه، الكلام ده كله أنا لو عندي وعي إعلامي إن أنا هعرف إن ده محتوى مضلل ومش هنساق وراه. الميديا أند تيروريزم، ودي يمكن حاجة منتشرة جدا الفترة دي، وهي الجماعات المتطرفة والإرهابية زي داعش وغيرها بتلجأ كتير جدا لوسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الناس في أمريكا وفي أوروبا وفي كندا وغيرهم، وفي أمثلة كتيرة جدا موجودة أونلاين لو أنتوا حابين تعملوا بحث عن إزاي بيوصلوا للناس في بلدة صغيرة في ولاية في حتة في أمريكا عن طريق الإنترنت وعن طريق الشاتينج وعن طريق التويتر، وأنهم بيترجموا رسائلهم للغات كتيرة جدا وبيخشوا يستخدموا الهاشتاجز المشهورة على تويتر الترندنج هاشتاجز وبيحطوا عليها الرسائل بتاعتهم المليانة خطاب كراهية ومليانة تكفير ومليانة تطرف. فكل ده من أنا لو برضو عندي توظيف لتطبيقات التربية الإعلامية هبقى عندي وعي إن أنا أتعامل مع الحاجات دي لما أتعرض لها. dealing with the fake content، المحتوى المضلل أو المفبرك أو الزائف، ودكتور رشا برضو تناولت ده، أنا يعني هتاتش عليه بشكل بسيط. وفكرة الديجيتال أو سايبر سيكوريتي اللي هي الأمن الرقمي أو الإلكتروني، إزاي أنا يبقى عندي ديجيتال فوت برينت، بصمة رقمية على الأونلاين، أبقى عارف إن أنا أي صورة بنزلها أونلاين مش هتتمسح حتى لو أنا حبيت أمسحها، أي رسالة أي حاجة أنا حطيتها فيها إساءة لحد حتى لو أنا مسحتها ممكن حد يعرف يجيبها، لأن مفيش حاجة بتتحط أونلاين بتتمسح. وده الناس بتبقى فاكره ان هي انا ممكن لو حطيت حاجه ومسحتها خلاص كده راحت، لا، الهيستوري اونلاين ممكن يجيب قرار اي حاجه في اي وقت.
فان انا يبقى عندي وعي ان انا ازاي لما اجي حتى حاجه بسيطه زي الباسوردز بتاعتي ازاي اختار باسوردز قويه تصعب على الهاكينج او على عمليات النصب والاحتيال اللي بتتم اونلاين. فقصه الامن الرقمي ده باب كبير قوي من ابواب التربيه الاعلاميه لان هو مختص باذى يعني ممكن يعود عليا مادي او نفسي لو انا تم ان انا الفيسبوك بتاعي مثلا هاكت او حاجه حد اخذ الصور من عندي او الاخبار المزيفه او المضلله او المفبركه. كان في ستاتستيك كده بتقول ان تقريبا حوالي 67% من الامريكيين بياخدوا جزء من اخبارهم اليوميه من وسائل التواصل الاجتماعي، وان 80% من الطلاب الامريكيين في المراحل الاعداديه اللي هي الميدل سكول لا يستطيعون التمييز بين الخبر والمحتوى الاعلاني والفرق بينه وبين المحتوى الاعلامي. فاعتقادكم النسبه دي هتكون عامله ازاي لو عملنا الدراسه دي في مصر بنسبه الشيرنج واللايكنج والانسياق ورا كل حاجه بتتحط اونلاين؟ الاخبار المزيفه جزء من اهدافها بيبقى الربح المادي زي ما دكتور رشا قالت. في ناس كتيره بتعمل فلوس كتيره جدا من ورا استخدامنا احنا واستخدام لايكاتنا والشيرز بتاعتنا والكومنتس بتاعتنا وادراجنا في الكونفرسيشنز دي كلها، احنا بيتم استخدامنا علشان الناس دي تعمل ربح مادي كبير. وجزء كبير من الناس اللي بتبقى عامله المحتوى المفبرك ده يلاقوا ان هم يعني بيبقى اصولهم يمكن في حتت زي ماسيدونيا او ايسترن يوروب او اوروبا الشرقيه، بيبقوا قاعدين ما وراهمش حاجه ان هم يجيبوا محتوى مضلل يعملوه في صيغه شكل محتوى قابل للتصديق وينشروه وبس، واحنا بنعمل الباقي، احنا اللي بنساعدهم ان هو يلف الفيسبوك كله او اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. زي ما دكتور رشا قالت برضه من الاخبار المزيفه دي مش حاجه جديده، هي حاجه موجوده يعني هي انا شايفه ان هي شبه ثقافه الصحف الصفراء التابلويدز البروباجندا المستخدم من ايام الحرب العالميه من ايام هتلر. من كل هتلر كان بيقولوا الكينج اوف فيك نيوز، يعني كان على طول بيعمل فيك نيوز وينشرها والناس بتصدقها. فكل دي مظاهر مختلفة لظاهرة الأخبار أو المحتوى الزائف اللي هو انتشر دلوقتي مع كثرة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا. البوينت الثانية برضو اللي اتذكرت فكرة إن أنا لما أنا ببتدي أعمل لايك أو شير لمحتوى معين بيبتدي ان انا يطلع لي المحتوى الشبيه بالمحتوى ده بعد كده على النيوز فيد عندي او على وسيله التواصل الاجتماعي اللي بستخدمها، لان انا كل الاخبار عندي بقت شبه بعض. ودي حاجه احنا ممكن بنقول ايه ده ازاي ده انا كنت لسه، ونبتدي نحس ان ده في مؤامره. هي ما فيهاش مؤامره، هو دي اسمها فلتر بابلز. في خوارزميات فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بتعتمد عليها ان هي بتاخد الداتا بتاعتنا ان انا مثلا ذكر او انثى وسني وبشتغل ايه وساكنه فين انا عامله تشيك ان فين وعامله ايه الهوبيز بتاعتي وايه الكتب اللي بحبها وبحب اكل ايه، كل ده كون عني بروفايل اونلاين فيسبوك بتستخدمه لبيع لبيعي انا للمعلنين. فانا المعلن جاي انا عايز فيميلز سن 30 ل 40 بيحبوا الهامبرجر، يقوم يطلع البروفايل بتاعي لان انا اللي مدياله المعلومات دي كلها. فببتدي بعد كده البيج داتا دي بتستخدم ان هي تكريت الفلتر بابلز دي اللي هي زي بابل كده، ان انا بخش جواها ابتدي المحتوى اللي انا بتعرض له على الفيسبوك على النيوز فيد بتاعي محتوى كله شبه بعضه، ابتدي ان انا اعزل عن العالم الثاني او الاراء الثانيه او الاتجاهات الثانيه لان انا بشار على طول الحاجات الشبيهه بده ففيسبوك يقوم يطلعها لي زياده. وغيرها يعني وسائل التواصل الاجتماعي الثانيه، مش عايزه بس اختص يعني فيسبوك، بتستخدم خوارزميات مشابهه ان هي تفضل على طول بتطلع لي حاجات انا عايزه اشوفها. فلو سالنا احنا ليه بننساق ورا الاخبار الزائفه دي، ليه ما بقولش ايه ده خبر اكيد عبيط انا مش هعمله شير او مش هساعد ان هو ينتشر؟ لان انا ممكن ابقى بشير الخبر ده وانا عارفه ان هو مفبرك، بس هو بيعزز راي عندي او بيعزز وجهه نظر عندي او بيطلعني بشكل مفضل او بيطلعني بشكل كويس او او او
يعني هما كان في البيو ريسيرش بيو ريسيرش سنتر لقى ان في 14% من الادلتس في الولايات المتحده بيشاروا اخبار هم عارفين ان هي مفبركه وبيشاروها برضو. فده الاسباب بقى تانية يعني غير بس ان انا جهل او عدم وعي. طبعا هتلاقوا ان معظم الستاتستكس اللي مستخدمه واللي موجوده اونلاين مختصه بالوست بالغرب، وده الانعدام الابحاث في المجال ده في الوطن العربي طبعا بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. دي امثله من جراس روت بقى انيشيتيفز، ناس حاولت ان هي تحاول تمنع الاخبار المفبركه، مش تمنعها ان صعب جدا تتمنع، بس ان هي تقدم وعي للشعب. فمثلا حاجه زي ده بجد، ده فيسبوك بيج او عندهم ويب سايت كمان بيجيب الخبر اللي بيبقى ترندنج على فيسبوك لو هو خبر مفبرك ويقول لا ده خبر زائف الحقيقه بتاعته كذا، وبنشوفها كتير قوي بتطلع لنا. بس طبعا بعد ما يكون الخبر زي ما دكتورة رشا قالت اخد لفته على الفيسبوك والناس نسيته خلاص، لان انا قدره الويب سايتس اللي زي ده بجد وفي غيرها كتير على ان هي تراجع المحتوى المفبرك وتنزل لي الصح بتاعه ابطا بكتير من المحتوى اللي ماشي اونلاين على طول. فكيفيه محاربتها لا يمكن، ده في رايي يعني، متهيألي الناس متفقه على ده يعني. بس انا ممكن اصلح نفسي بالادوات اللي تخليني ما اقعش بقى في الفخ ده طالما انا خلاص عارفه. ففي مواقع بتكشف القصص المزيفه، لو في قصه انا شاكك في امرها حاسس ان هي شكلها مريب في كذا ويب سايت انا ممكن اخش عليه وبتشك الخبر ده صحيح ولا لا. ممكن انا اعمل برضو اكسترا ستاب ان انا لو في خبر انا شاكك فيه اخش احطه على جوجل واشوف هيطلعني مصادر تانية ليه ولا لا. بالنسبه للصور، ودي بيتم الابيوز ليها او يعني بيسيء استخدامها بشكل رهيب اونلاين، ممكن انا عن طريق جوجل ريفرس فوتو سيرش بحط انا بعمل ابلود للصوره ويطلع لي مصدرها. في بقى تحليل نقدي، انا اسال نفسي المحتوى ده منطقي ولا لا. وطبعا اهميه التاكد من الخبر ده عن طريق ان انا اعمل الحاجات اللي فوق دي قبل ما اشاركه، وما انغرسش في ثقافه الشيرنج كلتشر، انا لازم اشير 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 كل حاجه. ده انفوجرافيك موجود اونلاين يعني مش انا اللي عاملاه، بس هو مترجم من انفوجرافيك عامله factcheck.org. في حاجات من دي كتير ممكن الواحد يبتدي يثقف نفسه اونلاين اللي هو ازاي يكشف الخبر المزيف. بالنسبة للجزء بتاع خلق المحتوى وفكرة البروزيومرز على غرار الكونسيومر المستهلك، البروديوسر للمحتوى اللي هو البروزيومر، ان ده برضو جزء كبير قوي بتختص بيه التربية الاعلامية. فازاي انا اعرض افكاري، ودي برضو فيديو انفوجرافيك كده بسيط عشان ننوع في شكل دي شوية أمثلة بسيطة لبرامج open source، بمعنى هي برامج مجانية ممكن أي حد يعمل لها داونلود من على الإنترنت ويستخدمها إن هي تساعده إن يبقى الكونتنت كرييشن أو المحتوى اللي هو بيحطه ذو جودة عالية. يعني أنا ممكن أعمل بودكاست تدوينة صوتية، ممكن أعمل بلوج لنفسي على ووردبريس، ممكن أعمل فوتو مانيبيوليشن اللي هو تعديل الصور لو أنا عايز أجيب صورة وعايز أعمل ميم أو نكتة زي اللي بنشوفها. أنا ممكن كل ده أستخدم برامج سهل الوصول ليها وسهل استخدامها زي مثلا بيكسلر، ده صورة مبسطة من فوتوشوب اللي هو ومجانية وموجودة، يعني دي مش كلها مش ما فيهاش حاجة فيها بايرسي أو كده، دي حاجات مجانية موجودة للاستخدام، بتبقى صور مبسطة من أبليكيشنز تانية سوفيستيكيتد ومعقدة أكتر بيستخدمها للخبرة طبعا.
آخر حاجة هني بيه عشان ما طولش عليكم ولو عندكم أسئلة، إن كان في ضمن رسالة الماجستير بتاعتي في الآخر إن أنا قدمت شوية توصيات لإدراج التربية الإعلامية في المدارس المصرية، فده برضو فيديو إنفوغرافيك كده لبعض المخرجات من شكراً يا سلمى جداً على الشرح الوافي يعني التفصيلي. كلنا بصراحة يعني عرفنا وتعلمنا حاجات مفيدة جداً. عايزة بس يعني سلمى الحقيقة ذكرت نقاط مهمة جداً، وعايزة أكد عليها كمان من منظور تاني، إن هو الجيل الجديد واستخدامه للإنترنت. يعني ده حتى احنا ما بنيجي نشوف نقول ايه هي الصحافة الورقية هتفضل ولا مش هتفضل، هو التلفزيون الناس هتفضل تتفرج عليه ولا خلاص مش هيبقى هيبطلوا ينتجوا مسلسلات يحطوها على التلفزيون وكده. انا لازم اشوف الجيل الجديد واستهلاكه وكيفية استهلاكه للإعلام، لوسائل الإعلام. هنلاقي ان معظم الجيل الجديد او ممكن بيكون بيتفرج على ماتشات كوره، ممكن بيكون بيشوف محللين الرياضيين، ممكن يكون ليه مذيع في برنامج حواري مفضل، لكن الاستخدام الاكثر وخصوصا في الاجيال الجديده في المراحل التعليميه، الاجيال الجديده كلها بتستخدم وبتعتمد على الانترنت. فهم كمان احنا لينا يعني في مسؤوليه علينا ان احنا الجيل ده لازم ان احنا نعلمه ازاي يستخدم وسائل المواقع الالكترونيه بصفة عامة، وسائل التواصل الاجتماعي. لما يبقى عندي برامج وكل يعني كل الجهات بتتعاون، لما يبقى عندي برنامج مثلا بيتكلم على العفاريت وعلى الدجل وعلى الشعوذة ويبقى هو رقم واحد طلع ترند وفي السوشيال ميديا والأطفال تتفرج عليه ويجوا يسألونا ايه ده، هو ممكن فعلا الواحد عفريت يلبسه او يطلع العفريت او كل الحاجات دي. فيعني لازم يبقى فيه فعلا يعني لازم نبقى بنقوم بدورنا ان احنا بنوعيهم بالمحتوى اللي هم بيتفرجوا عليه، ولازم نبقى احنا كمان داخلين في يعني لازم احنا كمان عارفين هم بيتفرجوا على ايه وشايفين ايه اللي بيبقى موجود على السوشيال ميديا ونشاركهم، لان احنا مش هنقدر نمنعهم او مش هنقدر نحجب مواقع بعينها او معلومات بعينها او وسائل بعينها. كل يعني الدور اللي احنا نقدر نقدمه ان احنا نوعيهم وان احنا فعلا نوسع مداركهم بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونية بصفة عامة. سلمى كمان أشارت إلى خطاب الكراهية، وأنا عايزة أقول إن خطاب الكراهية هو مش بس ليه علاقة بالدراية الإعلامية أو الوعي الإعلامي أو التربية الإعلامية، هو الحقيقة خطاب الكراهية مجرم في كل الدول، يعني بيعتبر يعني بيندرج تحت القانون، هو بيجرم جريمة. لما أنا خطاب الكراهية معناه إيه؟ إن أنا بحرض شخص معين أو فئة معينة إن هي تتعامل بعنف تجاه فئة أخرى في المجتمع، فده اسمه خطاب كراهية. في بعض المواقع ابتدت تعمل حاجة اسمها fact checking أو التحقق من المعلومات. فلو أنا مثلا دلوقتي جايين هنا وبنتكلم في محاضرة وبنناقش موضوع، ممكن حد يروح كاتب عنوان غير حقيقي. فبعض يعني الصحف في أمريكا زي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بقت تعمل حاجة يعني ظريفة، وإن هي بقت تشوف أي خبر غير حقيقي وتقول إن والله الخبر ده تم نشره كذا لكن الحقيقة كانت كذا وكذا، وان الجملة دي اتقلت في سياق معين، وان لما في مسؤول عمل تصريح معين هو كان تصريح ده في اطار، وتشرح الاطار وتشرح السياق العام الكونتكست. لازم مهم قوي ان انا بنقل الخبر في السياق الصحيح في الكونتكست الصحيح، هو ده دوري كوسائل اعلام. ففي بعض المبادرات حصلت من وسائل الاعلام، نتمنى ان احنا نشوف مبادرات زيها في مصر او على يعني مستوى البلدان العربيه. احنا هنقف هنا ونفتح بقى الموضوع لو حضراتكم في اي اسئله
ميرسي جدا يعني لحسن استماعكم، شكرا جزيلا. معلش يا دكتور، طب نعم اوكي. معلش يا دكتور، طيب المفروض اللي اسمي نور محمد، طالبة كلية إعلام القاهرة، سنة تانية قسم علاقات عامة وإعلان. معلش ليه مش اللي هما اون اير او على التلفزيون على الراديو اي حاجة ليها علاقة يعني الناس بتتفرج عليها كتير تسمعها او كده، يبقوا اولا دارسين للإعلام، او على الاقل لو مش دارس للإعلام يبقى واخد دورات إعلامية، بلس ان يتمنع يعني حضرتك قلتي برامج مثلا اللي هي شعوذه ومش عارفه ايه وكده، يتمنع الحاجات دي يعني يتحط رولز. بس ده سؤال سؤال خبيث. بصي يا نور، في كل البلاد ها مفيش، مش هتلاقي الوسيله الاعلاميه، وفي الاخر اي اعلام خاص بيهدف الى الربح، تمام؟ احنا بنحاول نعمل ايه؟ ان احنا ننظم وسائل الاعلام، يعني حتى في كل الدول، لو نتكلم عن الولايات المتحده او نتكلم عن الدول الاوروبيه الغربيه او الشرقيه، في تنظيم، بيحاول يبقى في تنظيم من خلال زي مجلس الاعلى، جهه منظمه بتنظم الاعلام. بتنظم الاعلام من ناحيه ايه؟ من ناحيه مثلا بقول ان خطاب الكراهيه ده ما ينفعش لا يصح ان يكون في خطاب كراهيه. بقول ان انا والله البرامج اللي فيها دجل وشعوذه، او البرامج اللي هي فيها خدش للحياه، او البرامج اللي هي او مثلا الاعلانات، حتى بيكلموا على الاعلانات ان مده الاعلانات المفروض مثلا بتبقى 8 دقائق لو عندنا برنامج او مسلسل لمده ساعه. بحاول انظم عمليه الاعلام. طب انا لو جيت انت دلوقتي وعملت برنامج ها، واتكلم مثلا ان برامج مثلا ان سيدات مصر مش عارفه ايه، او الرجال مش عارفه ايه، او الشباب كذا كذا، انا من حقي اعمل ايه كجهه منظمه؟ من حقي ان انا اخد عده خطوات، ان انا ابعت لك، اعمل ارسال، ابعت انذار للمحطة أو للبرنامج، ببعت إنذار تاني وإنذار تالت، بعد كده بفرض نوع من أنواع الغرامة، وبعدين بطالب لما بقى الموضوع يعني فعلا بحس إن هو بيضر المشاهد، بطلب إن البرنامج ده مثلا بيتم إيقافه لمدة مثلا 10 أيام. بيبقى مكتوب، يعني مكتوب قبل ما انت تيجي تفتحي القناه في عقد بيني وبينك، بقول لك في حاله ان هو انت في اختراق لاي من الاكواد اللي احنا متفقين عليها هعمل لك انذار، هدفعك غرامه، هقفل لك البرنامج 10 ايام. فهو يعني هو احنا ده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا بننظم وسائل الاعلام. ليه بننظم وسائل الاعلام؟ لمصلحه المواطن. هدف التنظيم ده لمصلحه المواطن. لازم ان انا اقول ان لازم مثلا في اوقات العطله الاسبوعيه لازم يبقى في برامج للاطفال، لازم يبقى في برامج وثائقيه، لازم يبقى في برامج ثقافيه. شكرا. انا اسمي ساره احمد محمد، طالبه بكليه الاعلام جامعه القاهره، سنه ثانيه قسم علاقات عامه. هو السؤال الاول بالنسبه للاستاذه سلمى، اشارت للسياسه التحريريه، هو كيف يمكن للمواطن لديه درايه اعلاميه وكانت بسيطه ان يعرف السياسه التحريريه بالنسبه لجريده معينه؟ يعني مثلا انا مواطن عادي عندي درايه اعلاميه بس بسيطه، اعرف ازاي السياسه التحريريه للجريده، سياسه تحريريه الجريده بالنسبه للموقع بتطرق اليها كتير. السؤال الثاني، موجه نظركم في خطاب كراهيه في مصر ولا لا؟ خطاب كراهيه في مصر ولا لا؟ طيب السؤال الثاني اسهل الرد عليه، لانه هو في خطاب كراهيه كبير قوي في مصر. ده في رأيي، يعني حابة تقولي حاجة تخص الخطاب. بالنسبة للسياسة التحريرية، أنا كان قصدي في السياسة التحريرية إنه يمكن الأيديولوجي بتاعة القناة، يعني أنا أقدر ببحث بسيط أعرف القناة دي مين الأونر بتاعها، ومن عن طريق الأونر ممكن أعرف الاتجاه أو ميول الأونر ده إيه. يعني احنا عارفين ان من وقت مثلا الثوره وحصل بولاريزيشن، حصل استقطاب كبير جدا في وسائل الاعلام، بسبب ان كل واحد عنده وسيله اعلاميه بقى بيستخدمها عشان يبث اراءه وافكاره والايديولوجي بتاعته. فبقينا خلاص عارفين ان القناه ده او الجريده دي او الوسيله دي مملوكه لكذا وبتدعو لكذا،
وهنا نفس الكلام. فانا ممكن بسيرش بسيط عن الويب سايت ده او الجريده دي او كده اعرف هي مملوكه لمين وعن طريقها ممكن استشف حاجات زي دي. بصي يا ساره، خطاب الكراهيه ده موجود في كل مكان، يعني خطاب الكراهيه ده موجود وممكن يتعمل بشكل مباشر وممكن يتعمل بشكل غير مباشر، على حسب بقى على حسب وعي يعني المقدم البرامج او الحاله اللي بتمر بيها مثلا اي بلد. هل انا هعتبر ده خطاب كراهيه ولا مش هعتبره خطاب كراهيه؟ لكن هو موجود، هو موجود وساعات بيحصل بشكل غير مقصود. يعني كانت برضو نور اشارت ان في بعض لازم في تدريب او تاهيل اعلامي، فممكن يعني خطا يحدث نتيجه يعني ما فيش تدريب كفايه، تدريب كافي. سمير حماد، المسؤول الإعلامي في وزارة الهجرة. أنا عندي بس استفسارين. أولاً، إحنا بنقع في مشكلة الأخبار المزيفة، وبيكون في معلومات مغلوطة في كتير من الأحداث اللي بتحصل، إن كان أحداث إرهابية أو وقائع من على هذا الشكل يعني. وفي النهاية بنقول إن في مشكلة في تداول المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية الموجودة في الدولة. دكتور رشا، حضرتك مسؤول إعلامي عن مكتب رئيس الجمهورية. هو إحنا ليه دايماً البديل عندنا في مشكلة في تداول المعلومات الموثوق فيها، أو ربما في تأخير في المعلومة، فإحنا بندي مجال للمعلومة المزيفة أنها تنتشر وتاخد مساحة أكتر على مستوى السوشيال ميديا أو حتى المواقع الإلكترونية بشكل عام، فإحنا بندي فرصة. ليه ده بيحصل؟ السؤال الثاني هو، احنا بنتكلم على الدراية الإعلامية وثقافة الفرد في المجتمع، والمفروض ازاي يتعامل مع الأخبار المزيفة اللي بيتلقاها في العديد من الوسائل. هو مين الجهة المنوط بيها في الدولة ان هي تكون يعني مؤهلة ان هي تبث الدراية الإعلامية في المجتمع؟ هل في جهة منوط بيها ان هي تعمل ده ولا لا؟ شكرا. كنت مستنية سؤالك يا سمير، يعني كنت عارفة ان هو جاي. هو انا هكلمك كمان من منطلق، يعني من منطلق الاكاديمي. لو احنا بنقول لازم يبقى في تداول للمعلومات ولازم يبقى في نفاذ للمعلومة بشكل سهل، بس احنا عايزين برضو نعترف ان برضو المنافسة قوية قوي بين وسائل الاعلام. وساعات كتير قوي وسائل اعلام مصريه بتلاقيها ان هي جريت ورا وسائل اعلام غير مصريه في نقل الخبر، وبيبقى لسه احنا المصدر ما طلعش الخبر لانه لسه لم يتاكد. يعني مثلا دلوقتي في هجوم مثلا على الجيش في النقطه الفلانيه، او الجيش بيقوم بيعمل بيقذف بعض المواقع. هل انا هطلع اقول الخبر ده اول ما يحصل، ولا استنى ما العمليه تنتهي واقوله؟ تمام. هل لما يبقى في حادث مثلا ويبقى في يعني لا مش ضحايا، ماشي، لو في ضحايا ولسه مثلا العمليه ما خلصتش بين الجهتين، هل انا مفروض ان انا اطلع الاخبار ولا انا استنى وبعد كده اطلع الخبر الصحيح؟ يعني انا معاك ان لازم يبقى فيه طبعا قانون، القانون ده بيحق لكل شخص ان هو يبقى ليه الحق للوصول للمعلومه، تمام، ده احنا متفقين عليه. لكن في نفس الوقت لازم ارضو انتظر المعلومه من المصدر الرسمي، لان هو المصدر الرسمي في الاخر هو بيطلع لي المعلومه. هو ساعات بيبقى فيه تباطؤ، لكن مثلا في اخر وقع، يعني كانت وقع مؤسفه جدا، يعني للاسف كلنا يعني يعني متضايقين في حزن يعني بسببها، ربنا يرحمهم جميعا. لكن كان الأداء جيد جدا، وكان المعلومات بصراحة يعني كل دقيقة كان في تواصل لكل المعلومات، الأبديت لكل وسائل الإعلام بعدد الضحايا. في أوقات تانية بيبقى لسه المعركة يعني في وقت المعركة، بس في معركة موجودة، فبيبقى
صعب ان انا اقول لسه الصوره كامله ما بنتش. انا لازم كصحفي برضو اقدم الصوره الكامله لوسائل الاعلام او كجهه مسؤوله او اقدم ايا كانت الجهه اقدم الصوره كامله لوسائل الاعلام. يعني تعلمنا من او تعلم مش احنا تعلمنا يعني وسائل الاعلام او الجهه اللي بتدي بتعمل تدفق للمعلومات كان ادائها بصراحه يعني ممتاز. انت كنت تقولي بقى مين الجهه؟ انا بس هرد عليك سريعا وبعد كده اشوف سلمى لو عندها راي تاني. انا شايفه ان مفيش جهه في الدوله او في غير الدوله ممكن تقول لك انت ازاي تبقى عندك ثقافه اعلاميه. احنا قلنا زي ما قلنا ان هي ممكن تدخل في النظام التعليمي، بيبقى فيه انت عندك وعي ان انت تشوف مصادر المعلومات او عندك وعي اعلامي، لكن لو في جهه جت قالت لك انت لازم تشوف كذا وما تشوفش كذا، دي من اعتقد من او يعني اكتر الحاجات هتبقى ضد الوعي الاعلامي او الدرايه الاعلاميه. هو بالنسبه لسؤالك بتاع الجهه المنوط بيها، انا كان في اطروحتي عرضت يعني عرض، وده ممكن يبقى رايي من ضمن اراء كتير، انه هي طبعا مش جهه واحده، هي كذا جهه. فكانت عملت فرق ما بين التربيه الاعلاميه في المدارس، ودي بتتناولها وزاره التعليم ووزاره التعليم العالي، بان هي تدرك مفاهيم التربيه الاعلاميه في المناهج الدراسيه من اول الحضانه بطريق مبسط، ويكون يعني يبقى اكثر تعقيدا كل ما السنين تكبر. وفي ده اللي هي الميديا ليتريسي، وبعدين في اللي هي الدرايه الاعلاميه او الميديا، دي الميديا ايدوكيشن. الميديا ليتريسي اللي هي الدرايه الاعلاميه اللي ممكن جهات زي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ان هو من ضمن الاكواد اللي يحطها، زي ما كنت بقول انه يبقى في تنويهات، يعني يفرض على القنوات الخاصه الى جانب طبعا قنوات الحكوميه، قنوات الخاصه او كده، ان هي تكاري يعني تبث محتوى خاص بالتربيه الاعلاميه، تدي له اير تايم، تدي له وقت على مساحه هوائيه، ان هي تبث التنويهات دي، البابليك سيرفيس اناونسمنتس دي، كنوع من الخدمه المجتمعيه اللي هم بيقدموها. فان هي القنوات دي يبقى في رساله يوميه في البيك تايمز، البرايم تايمز بتاعت التلفزيون، برسالة يومية بتختص بالكشف عن الخبر الزائف، ازاي اواجه خطاب الكراهية و و و. فدي كانت يمكن ان هو يبقى في ترابط ما بين المجالس الاعلامية المختلفة وما بين وزارات التعليم. محمد وليد، معيد في كلية الاعلام جامعة القاهرة. انا عندي ثلاث اسئلة. اول سؤال، لما الدولة نفسها بتكون أحياناً هي المصدر الشائعات عن طريق أنها بتجري بالونة اختبار للرأي العام، بتنشر أو بتسرب معلومة بدون ما تأكد عليها علشان تشوف اتجاهات الرأي العام اتجاهها إيه؟ يعني على سبيل المثال رفع تذكرة المترو مثلاً، اتنشر الخبر ده كتير جداً قبل ما فعلاً السعر يرتفع. فدي نقطة. النقطة الثانية، لما الدولة بتتخذ قرارات قد تكون صادمة للرأي العام بدون ما تعمل لها برايمينج أو تهيئة معرفية للناس قبل اتخاذ القرار، يعني على سبيل المثال برضو اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية اللي طبعا تضمنت موضوع تيران وصنافير، فعملت هزة كبيرة في الرأي العام. قد يكون الاتفاقية صحيحة بس التهيئة المعرفية ما كانتش موجودة. فهنا ليه الدولة نفسها ما بتكونش بتراعي ان هي ما تكونش مصدر للشائعات، او هي نفسها بتخلق المناخ اللي بيساهم في انتشار الشائعات على السوشيال ميديا وبتنتقل منها للصحافة والإعلام بشكل عام، بعد كده الدولة تنتقد الصحافة والإعلام. ده جزئية. الجزئية الثانية، كنت عايز اعرف مصادر لا هي دي كده جزئية واحدة، يعني هما اتنين مع بعض. دول اتنين مع بعض. الجزء الثاني، مصادر الاحصاءات اللي حضرتك قلتيها في البرزنتيشن، كنت عاوز اعرف بس الاحصاءات دي مصدرها ايه. شكرا. طيب اسم حضرتك تاني؟ محمد. بص يا استاذ محمد، تذكره المترو اوكي مش احنا اللي بنطلع الخبر بتاعها، احنا كمكتب اعلامي اوكي احنا لينا دعوه ان احنا دورنا ان احنا بس بنوصل المعلومات لوسائل الاعلام. لما في
معلومات يعني هم طالبينها ان احنا بنوصلها لهم، لكن احنا ما بنعملش بالونات اختبار. اوكي، فممكن نسال بقى الوزاره المختصه هي ليه قالت المعلومه دي قبل ما تطلع، قبل ما ترفع تذكره المترو او 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 سعر برضو السجاير، صح؟ طيب، او بنزين، كل الحاجات دي. طيب، موضوع التهيئة المعرفية، أو أن أنا ده مدرسة من المدارس الموجودة، تمام؟ دي مدرسة من المدارس الموجودة ومدرسة مهمة من المدارس الموجودة. أنا ما كنتش الحقيقة يعني القرار أو نشر الخبر أو أن احنا نطلعنا الخبر، الخبر طلع إزاي؟ خلي بالك ان هو كده كده اي خبر هيطلع هيبقى معاه المع ومعاه الضد، تمام؟ فانت اي خبر طلعته، لو هو مش فرق انت هيأت المناخ ولا ما هيأتوش، انت كده كده خبر لو كنت هيأت له مناخ او ما هيأتلوش المناخ كان هيحصل نفس الفريق المع ونفس الفريق الضد. وانا شايف ان دي حاله صحيه جدا ان احنا يبقى ناس بتقول اه وناس بتقول لا، بدل ما كل الناس بتقول اه او كل الناس بتقول لا. فان انت يبقى عندك ناس اه موافقاك في الراي وناس مش موافقاك في الراي، انا شايفه انها حاله من الحالات الجيده. لا احنا بص، لو احنا عند ما هو ما انت كده كده لو عندك المعلومه يعني انت كده كده قبل ما تبقى عندك بقى وكل بقى الوثائق اللي طلعت وكل الحاجات والندوات اللي حصلت والناس اللي اتكلمت، كل دول كانوا كده كده هيتكلموا بعد ما المعلومه تطلع لك. هو انت احنا هنا كنا قايلين ايه؟ طب واحنا ما عرفناش ليه؟ طب ما احنا عرفنا، او الناس عرفت. هي الناس لو كانت عرفت دلوقتي او عرفت بعدين او قبلها او كده، انا اعتقد ان كان هيبقى في نفس رد الفعل، وانا شايفاه انها حاجه كويسه ان الناس تعارض وناس توافق، ما يبقاش الكل في جانب واحد. هي دي الحاجه الغير صحيه اللي احنا شايفينها. هشوف لك المصدر ايه دلوقتي حالا وهقوله لك اخر الندوه او المحاضره، او ممكن ابعت لكم البرزنتيشن. انا بس عايزه حاضر، انا كنت عايزه برضو بس اطلب ناخد بس دقيقتين. كان زميلنا الاستاذ محمد جميل برضو شغال في موضوع الميديا ليترسي والتوعيه الاعلاميه، وكنا بس نطلب منه يعمل مداخله سريعه عن تجربته بموضوع الدرايه الاعلاميه. اوكي، شكرا دكتور رشا. أنا ممكن يكون تعليقي عن موضوع الأخبار المزيفة، ممكن؟ أوكي، شكراً. الفكرة هنا اللي أنا عايز أنوه عليه، بالتعريف اللي قالته دكتور رشا مهم جداً إن احنا نعرف إيه هو الأخبار المزيفة، ولأن علشان ما نستخدمهاش، ما نستخدمش التعبير ده بشكل يقتل معناه. اللي عايز أوضحه أكتر، ما نبقاش دونالد ترامب اللي هو فيك نيوز على لسانه كل شوية. فيك نيوز خلاص ما بقاش ليها معنى، من كتر ما هنستخدمها مش هيبقى ليها معنى. فلازم نفرق كويس جدا، ده جزء برضو من التربية الإعلامية، لازم نفرق كويس جدا ما بين الأخبار المزيفة والأخبار المنحازة. يعني الخبر المنحاز لو أنا مش عاجبني، مش في انحيازي، مش داخل قناعاتي، فأنا هسميه خبر مزيف، لكن هو في الحقيقة مش خبر مزيف، هو خبر منحاز، هو استخدم الحقائق والأرقام ووجهها بشكل يخدم أغراضه. فعشان كده واللي قالته أستاذة سلمى الغيطاني مهم جداً، أن أنا أراجع السياسة التحريرية أو أراجع الغرض من نشر الخبر، ده يخليني أفرق ما بين الخبر المزيف والخبر المنحاز. بس هل معنى كده أن الخبر المنحاز وحش أو حلو؟ او يعني ما فيهوش مشاكل او في مشاكل؟ لا، هو زيه، يعني هو في مشاكل زيه زي الخبر المزيف، بس هي مشاكل مختلفه، نوع تاني، محتاج مني انا كواحد عايز يبقى عندي درايه اعلاميه، محتاج مني معالجه مختلفه لنوع الخبر اللي انا شايفه منحاز. عايز ادي مثال بس، يعني مثلا في الارقام، اكتر حاجه الاخبار المنحازه بتبان في الارقام. ممكن دولة تطلع تقول ان احنا حققنا الجي بي دي او الجي دي بي، الدخل المحلي للفرد، حققنا مثلا 7% وتسكت،
هو 7% ده حلو وحش، ده مقارن بقارنه بالسنة اللي فاتت، بقارنه بالسنين اللي فاتت، يعني هو ده achievement إنجاز ولا أنا كنت 10% ونزلت 7%؟ أنا قلت الرقم بس، لما أقول الرقم بس لوحده في مثلاً جريدة تابعة للدولة، بالذات مثلاً في دول شرق آسيا بيحصل كده كتير، ممكن يبان إن أنا عايز أقول إن في إنجاز بيحصل في الحكومة مثلاً، لكن هو في الحقيقة ممكن يكون السنة اللي فاتت كان 12% وإحنا وصلنا 7%، فده خبر منحاز. في جورنان تاني أو وسيلة إعلامية تانية ممكن تغطي نفس الخبر، بتستخدم نفس الرقم، الاثنين أرقام صحيحة، بتقول إن الدخل المحلي ولا الناتج المحلي الإجمالي نزل 5%. فالخبرين صح، بس واحد هو عمر تغطية للرقم الجديد بس، واحد قارن ما بين القديم والجديد وهو معارض مثلا فاستخدم الجزء السلبي من الخبر. فهو ده بس اللي كنت عايز اقوله في الموضوع ده. ثانك يو. طب استاذ حضرتك، مساء الخير. دكتورة غادة زكي، مدرب وزارة التربية والتعليم. بشكر حضراتكم جدا على المحاضرة القيمة، في الحقيقة حضراتكم يعني أسعدتونا وأضفتوا لينا العديد والعديد من المعلومات القيمة، فلحضرتك كل الشكر والتقدير. في الحقيقة عندي سؤال، هو في الحقيقة حضرتك جاوبتش على جزء منه، بس هذا الجزء يعني أنا طماعة ومش كفاية، فأنا عايزة المزيد من الخبرات. بالنسبة حضرتك للتربية الإعلامية، طبعاً أنا بحكم عملي بوزارة التربية والتعليم، فالتربية الإعلامية داخل وزارة التربية والتعليم مهمة جداً، تربية النشأ، إزاي أن أنا أعلمه يعرف الخبر ويميز ما بين الخبر الصحيح والخبر المتحيز والكلام ده كله. فمن خلال خبرات حضرتك، إزاي أقدر أن أنا أعمل تربية إعلامية، واسمحي لي أنا مش هقول دراية، يعني الدراية ده مستوى نارو قوي، يعني مستوى سطحي قوي، لكن لما بقول تربية إعلامية يعني أنا بربيه وبعلمه وبديله كونسبت وبديله فاليوز وبديله يعني بديله حاجة قيمة جدا وحاجة لها قيمتها. فأنا بالفعل عايزة أنشر التربية الإعلامية داخل المدرسة، وأعتقد أن الظروف اللي احنا بنمر بيها دي كلها سببها الأخبار المزيفة والكلام ده كله، فمهم جدا في التوقيت اللي مصر بتمر بيه أن أنا أربي أولادي على إزاي يميز ما بين الخبر الصحيح والكلام ده كله، إزاي أربي الجيل ده تربية إعلامية صحيحة. حضرتك أجبتي على جزء قلتي الكلام ده واضح في المناهج، بس واضح أن برضو الموضوع ده مش كافي. طيب هل ده يستدعي ان انا اعمل مبادره لتطوير او مش لتطوير، لتدريب فئه من المعلمين، ولا فئه حضرتك من اخصائي الانشطه، ولا اخصائي التربيه الاعلاميه اللي هو حضرتك فيه في المدرسه اخصائي صحافه؟ طيب هل ده يستدعي ان انا اعمل مبادره بالفعل لتدريب اخصائي الصحافه؟ ما هو طبيعي هو اللي هيعلم ولادنا، فيعلم ولادنا ازاي يميز ما بين الخبر، ازاي يقرا الخبر، ازاي يحلل. وخالص الشكر لحضرتك. دكتور غدا، انا مبسوطه بسؤال حضرتك، وهو فعلا في المبادره دي يعني في طور التنفيذ زي ما بيقولوا، ان احنا ان شاء الله مع دكتور طارق شوقي، ان هو كان مهتم جدا بفكره الكوادر المعلمين نفسهم ان يتم تطويرها على مفاهيم التربيه الاعلاميه. ففي ان شاء الله يعني زي ان ذا بايب لاين زي ما بيقولوا كده، ان احنا نعمل زي ورش عمل مبدئيه لتوتال يعني 50 معلم من مدارس حكوميه على مفاهيم التربيه الاعلاميه وازاي يدرجوها في الفصل. ففكره تطوير المعلم نفسه ان هو يبقى تريند ترينر، يعني انا اعلم المعلم وهو هينقل الثقافه دي للطلاب بتوعه، وبالتالي يتم نشر التربيه الاعلاميه زي ما حضرتك بتقولي، ده فعلا دي فكره يعني هايله، وهي فعلا يعني دكتور طارق كان ابدى اهتمام شديد بفكره تطوير المعلم في الحته دي، لانه كان شايف ان يعني ربط ما بين التربيه الاعلاميه وفكره المواطنه والهويه، كان حابب ان احنا يبقى ده الانجل بتاع التدريبات كلها او الطلبه واستخدامهم لمفاهيم التربيه الاعلاميه للحفاظ على الهويه المصريه، اللي هو شايف ان الطلاب دلوقتي في المدارس يعني بيفقدوها يوم بعد يوم. ودكتور انا طبعا شغاله مع دكتور طارق مش يعني انا مش معترضه، لكن
أنا بقالي سنين طويلة مدرسة لغة إنجليزية، وطبعاً مصطلحات جديدة بتطلع زي التربية الإعلامية. أنا يعني أنا دلوقتي اكتشفت إن أنا كنت في حصص اللغة الإنجليزية أنا بعمل تربية إعلامية. يعني في حاجة اسمها في الإنجليش critical reading، أنا ولما بدرس research methods يعني إن الطلبة يكتبوا paper، ما بعلمهم إزاي يقيموا ويب سايت، يعني يشوفوا الويب سايت هل ده مصدر credible يعني موثوق فيه. لما يشوفوا السورسز بتاعتهم علمهم انه لازم لما يكتبوا اي حاجه يعني بمعنى ان التربيه الاعلاميه داخله في تدريس اللغه، لغه عربيه او لغه انجليزيه، وبنبتدي من يعني حاجات بسيطه جدا زي ما حضرتك قلتي لغايه المرحله الثانوي. فاصلا التربيه الاعلاميه هي اتس اول اباوت ا مايند سيت، يعني ان احنا لما نشوف او لما نسمع اي حاجه معلومة بنحللها critically. فهي فكرة critical thinking, critical reading, critical listening، هو ده أساس التربية. حيك صح طبعاً. هو يعني عشان أنا يعني كنت أعمل يعني أفكر طب ما أنا بعمل كده. أيوة صح. ما أنا كنت في الأول قلت إن هي أوريدي متنسجة بطريقة طبيعية في المدارس وحتى في البيوت. Indeed. يعني أنا كولية أمر بقعد جنب بنتي وبقول لها ده محتوى إعلاني، ده إعلان، ده عايز يبيع لك حاجة، خدي بالك. فأوريدي إحنا بنندلج يعني بنخش في ده، بس يمكن دلوقتي علشان الموجة اللي طالعة بالإنفيجن أوف الفيك نيوز وغيرها من الموجات بالضبط، فيمكن بقى فيه زي ما حضرتك قلتي أولوية إن ده يبقى on the top of الأولويات، إن إحنا الناس اللي أنا بتعرض ل يعني في دراسة بتقول إن الطفل في عمر الحضانة بيتعرض لسبعين رسالة إعلامية في اليوم، فأنا يعني هو ده سيل من رسائل إعلامية. في يعني في نشاط اسمه fact or opinion. yes. ده يعني بنعمله بقالنا 100 سنة، يعني بمعنى إن دلوقتي فهمة. لا يعني قصدي ده مش جديد زي ما حضرتك قلتي، التربية الإعلامية مش جديد خالص، ولكن طبعا يعني يمكن محتاجين تركيز فيه، ويمكن المشكلة هي مشكلة الوسائل الإعلامية الجديدة. لكن يعني what I want to say already موجود الفكرة دي في المناهج وفي التدريب. طبعا هو في السيرفي اللي كنت عملته في الأطروحة مع المدرسين كان في ضمن الأسئلة بسألهم انتوا تحبوا ان التربية الإعلامية دي تبقى مادة مستقلة ولا مادة مدمجة مع كلهم اجمعوا طبعا انها تبقى مجمعة، اللي قالوا اوريدي المناهج زحمة جدا ومزدحمة وما ينفعش تزودي لي لغة يعني بالضبط، فهم قالوا ان هي تبقى امبيدد في اوكي. لا هي لازم تبقى امبيدد زي ما حضرتك بتقولي، بس الفكرة ان انا مش هقدر القي العبء كله على المعلم. واخد بال حضرتك؟ المعلم عنده لود. اوكي انا متفقة مع حضرتك تماما، ما بختلفش، متفقة تماما، ولكن الفكرة في فئة اخرى انا ممكن يعني اخليها برضو تساعدني في هذا العمل، زي حضرتك اخصائي الصحافة اللي موجود في المدرسة، ده اخصائي الانشطة. هو اوريدي كلنا متفقين تماما ان المعلم ما هوش بس تيتشنج، لا ده هو بيدي فاليوز وبيدي كونسبت كتيره جدا، المواطنة، كل حاجة. هو طبعا المعلم فيها الهيدن كريكولم ما فيهاش نقاش، ولكن في فئة اخرى ممكن تساعدني في تحقيق الهدف، اخصائي الصحافة، اخصائي في طبعا عدد كبير جدا من التخصصات المختلفة، فمن الممكن جدا ان هم يساعدوني في تحقيق رسالتي. وشكرا. أيوة انا فعلا كنت عايزة ارد عليك في الحتة دي، ويمكن نسيت ان هي الورشة العمل اللي هنعملها دي احنا قايلين في خطاب الترشيح الموجه للوزارة ان يبقى من ضمنها اخصائيين الانشطة الصحفية ووكلاء المراحل المختلف، بحيث ان هم برضو يتعرضوا للتريننج ده ويبقى يعني المعلم والوكيل والمسؤول النشاط الصحفي. مع حضرتك سليمان محمد، كليه اعلام جامعه الازهر، قسم علاقات عامه الفرقه الثالثه. انا كنت بس عايز اعلق على النقطه الاولى اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ محمد، المعيد في جامعه القاهره، كان بيتكلم على فكرة اختبار البالون اللي كانت ممكن الحكومة تعملها، وحضرتك قلت له ان المكتب الإعلامي للرئاسة ما بيعملش كده، هو مش مهم مين اللي بيعمل كده، لكن المهم ان هو بيحصل. تمام، احنا بنشوف ده في المواقع، يعني واقع مشاهد ان ده بيحصل. طب ده بيحصل ليه؟ مش مهم اللي بيعمله، المهم انه بيحصل وبيحصل ليه.
في جهة إعلامية في الدولة اسمها الهيئة العامة للاستعلامات، دي فيها قطاع داخلي، القطاع الداخلي ده في إدارة اسمها إدارة قياس الرأي العام. إدارة قياس الرأي العام بتقيس الرأي العام عن طريق الملاحظة، طبعا دي مش بتعمل دراسات، هي عن طريق الملاحظة بس. فده بيحصل وهم من خلاله بيقيسوا الرأي العام عشان يعني الشعب يبقى فيه مشاركة في اتخاذ القرار بس مش أكتر. فده بيحصل لهدف ده خطر أو بيروج لفكرة الشاعات؟ لا بتاتا. ليه؟ لأن غالبا ده بيحصل، يعني الفكرة أو الشائعة اللي بتظهر بتتطبق وليه هدف سامي، يعني اللي بتظهر فدي لها هدف سامي يعني. فبالنسبة لي بيتهيألي لا، ما مش بتروج للشاعات تماما يعني. النقطة الثانية أنا كنت بس داخل، أعتقد إن إحنا متفقين على النقطة الأولانية. أنا كنت دخلت متأخر شوية للأسف، حضرتك كنت بتتكلمي عن نيو ميديا، هل هتأثر على الإعلام التقليدي ولا لا؟ الفكرة دي يعني في أكتر من هيئة إعلامية كانت بتناقش، لكن هما توصل لحاجة إن النيو ميديا مستحيل تلغي الإعلام القديم. ليه؟ لأن الصحافة كانت لغت، الصحافة لما ظهرت أو الإذاعة الراديو لما ظهر، ظهر بعدين التلفزيون، ومع ذلك التلفزيون ما لغاش الراديو، والصحافة ما زالت مستمرة، بل بالعكس بدأت الصحافة والإذاعة بيتخذوا النيو ميديا أو الأسلوب الجديد يعني بيدعموا اتجاهاتهم بيه. فظهر موقع للصحف، وظهر إذاعات مباشرة، والفيديو كمان التكست بدأ يظهر برضو على النيو ميديا، فبيتهيألي هم يعني بيتكاملوا مع بعضهم. لكن هل حاجة هتأثر على حاجة؟ لا، ومازال يعني كل جهة إعلامية مازال لها مستمعية، حتى الجرائد لحد الآن، بخلاف ان احنا بنشوف المواقع الالكترونيه، لكن الجرائد الورقيه نفسها ما زال ليها قراء يعني. في حته تاني بس تاني موضوع ان في برامج زي بتاعه العفاريت او الحاجات دي بتاخد ترند دلوقتي معين، فده بيعتمد من وجهه نظري يعني بيعتمد على الثقافه الخلفيه الثقافيه بتاعتنا والتخلف الديني اللي احنا فيه يعني. للاسف يعني الخلفيه الدينيه بتاعتنا ما فيش بتاتا يعني، والثقافة يعني احنا فعلا بندعي الثقافة، لكن احنا مثقفين لا، بندعي الثقافة. لذلك يعني هو لذلك بيأثر او بياخد ترند الوقت معين. ده خطر على الاطفال، خطر جدا، خطر علينا احنا ككبار كمان وكدرسين اعلام او كفاهمين، خطر علينا وبنتأثر بيه جدا. لان ده انت مش هتقدر ما تتفرجش، حتى لو انت عايز تتفرج عشان تناقض لازم هيأثر عليك. وممكن في فتره معينه يعني موضوع النقد الكتير، ان احنا لما ننقد كتير ممكن في مره يعني في مرحله من المراحل هتنساق ورا وهتعجب بيه. متشكر لحضرتك جدا. استاذ محمد صح؟ سليمان محمد. اوكي، انا هعلق على النقطه الثانيه، لان انا تخصصي اصلا اداره المؤسسات الاعلاميه، فاحنا ما قلناش ان في وسيله هتلغي الوسيله وسيلة تانية، بس أكيد هتأثر عليها. يعني ما نقدرش نقول إن المواقع الإلكترونية ما أثرتش على الجرائد. في ناس دلوقتي بطلت تجيب جرائد، وده بقى داخل فيها كمان فاكتورز مختلفة، ظروف اقتصادية. الناس دلوقتي بقت بدل ما بجيب جورنان واحد بدخل على موقع، على كذا موقع، وبشوف آراء مختلفة. الناس دلوقتي بقت تتفرج على الكثير من الأجيال الجديدة، ما بيتفرجوش على، ممكن ما بيكونش بيتفرجوا على تلفزيون، لكن بيتفرجوا على البرامج أو الحلقات اللي هم عايزينها على اليوتيوب شانل أو على القناة يعني قناة التلفزيون على موقع اليوتيوب. فأكيد هتأثر، لأن هي كمان بتقلل في التكاليف، لان في مراحل كتير قوي في الفاليو تشين بتاعتي انا. فما بدخل بطلع على الانترنت يعني بتختصر وما بحتاجش ليها، فبتقلد لي في التكاليف، فبيكون مصدر ربح ممكن اكتر. في جرايد في مستوى العالم، في جرايد تم يعني بطلت يعني اوقفت الورقي وبقت الكترو، لا في جرايد اوقفت الورقي وطلعت وتطلع موقع الكتروني. في جرايد مع الورقي تمام بقت عملت طورت الموقع الالكتروني بتاعها جدا. في جرايد طورت الموقع الالكتروني تمام، وبقى في جزء خاص بالصحافه الاستقصائيه بيتطلب ان يكون في مشاركه ويكون في يعني اشتراك او مبلغ معين، رسوم معينه، عشان يتم لي الاتاحه او النفاذ، لان انا اشوف الموضوع الاستقصائي اللي هو الجريده قامت بيه.
ففي نماذج كتير وفي بزنس مودلز كتير قوي مختلفه اكيد اثرت على البزنس مودل التقليديه، مش شرط مش هتلغيها تمام، لكن هتاثر فيها على حسب ايه، على حسب الظروف الاقتصاديه، على حسب الظروف التعليميه، على حسب ال الديموغرافيكس اللي موجوده في المجتمع. كل دي عوامل بتؤثر على استخدامي لاي وسيله ان كانت تقليديه او غير تقليديه. هاخد بقى هاخد سؤال. على فكرة هو مفيش خوف، هو أنا يعني هو هي كده كده الجريدة بتاعتي والقناة بتاعتي، فمفيش خوف، ده أنا يعني هقدم خدمات تانية هتحقق لي ربح، فما مفيش خوف يعني، أنا مش أنا هنتهي وحاجة تانية هتطلع. محمد عزمي، شغال في مجال السوشيال ميديا. أنا عندي سؤال بس واحد، هل يوجد رقابة حقيقية على الإعلام في مصر؟ يعني أنا في قنوات متخصصة في المسلسلات، ليه تقلد مشاكل الناس بكل إسفاف؟ ومشكلة يوميا وبتقلل، ليه ما يتمش غلطة هذه القناة؟ شكرا يا محمد. محمد سؤالك مهم جدا، واحنا مش عايزين نستخدم مصطلح الرقابه ده، لان يعني مصطلح قديم وما ينفعش نستخدمه دلوقتي، لكن ممكن نقول احنا يبقى في تنظيم او يبقى في اكواد معينه، ان احنا بنحترم التقاليد العادات والتقاليد بتاعتنا، ما يبقاش في المسلسلات في اسفاف. واعتقد المجلس الاعلى كان استاذ مكرم محمد احمد كان قال واشار ان يعني مسلسلات رمضان الجايه المفروض هيبقى في التزام يعني يعني للحاجات للظواهر اللي احنا شفناها السنين اللي فاتت، من سواء من مشاهد غير لائقه او من الفاظ. بتكلم عن مسلسلات، بتكلم قناه متخصصه بتقلد مشاكل الناس بكل اسفاف، هي مش متخصصه تقلد مشاكل. يعني قناة بتعرض مشاكل الناس؟ وهي متخصص في المسلسلات. اوكي، فده هي مبوس في بقول لك في بعض القنوات للاسف يعني ما بتلتزمش بالمهنيه، معايير المهنيه اللي احنا بنقول عليها، هي بتفتكر ان هي لما هتعمل الشكل الاسفاف زي ما انت بتقول، ان تعرض الشكل الغير لائق ده، هيبقى ليها جمهور وهيبقى ليها معلنين، فهي بتتجه للاسف يعني لنوع رخيص من المجلس الأعلى للإعلام. مفروض إن هو دلوقتي بيعمل إدارات وبيعمل لجان، هي هتبقى مسؤولة ومختصة عن رصد المحتوى، أي محتوى يعني غير لائق، ومفروض بيتم المحاسبة معاه ومخالفات كل المخالفات. شكرا يا محمد. هشام نصر، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالأهرام. دلوقتي حضرتك ذكرتي ان في بعض الجهات في بعض الدول الأوروبية وامريكا بتنوه على الاخبار الفيك او الاخبار المزيفة. طبعا احنا ما عندناش حاجة مماثلة لكده، وان الاخبار هنا بتم انتشارها على اساس استخدام محركات البحث. يعني في اخبار زائفة بيتم نشرها بصورة مكثفة جدا على محركات البحث، فبالتالي أنا لو حبيت أتأكد من صحة أي خبر ودخلت على محركات البحث هيديني الأخبار التوب اللي هي الأكثر انتشارا، فهتدعم لي نفس الأخبار الفيك، وأنا ما عنديش أي جهة أقدر أعرف منها الأخبار الفيك أو الأخبار السليمة. وعندي برضو الجهات، بعض زي مثلا جريدة الوطن، معظم الأخبار فيها اللي موجودة على الإنترنت بتبقى بعيدة عن الاتجاه الرسمي أو الصحف القومية. أنا عندي النهاردة حتى في البرامج التلفزيونية
على القنوات الخاصة ببص ألاقي إن في انتشار رهيب، نفس الضيوف كل ما افتح قناة ألاقيهم على نفس القنوات التانية، فبالتالي هم بيقولوا نفس الآراء اللي بيقولوها في كل القنوات، فأنا ما عنديش بديل، أنا عندي اتجاه واحد في القنوات التلفزيونية الخاصة وعندي اتجاه مضاد جدا للاتجاه ده على وسائل الانترنت، لأن التواجد الرسمي على الانترنت ضعيف جدا، فأنا ما ببقاش عارف أقدر أعرف الخبر الصحيح من الخبر الفيك. زائد أن أنا لو حبيت أن أنا أشوف بعض القنوات الفضائية اللي هي عارفة أنها الإكستريملي ضد القنوات الحكومية أو القنوات الرسمية، ببص ألاقيها بتقول لي أخبار مختلفة تماما، فبيبقى عندي خطين امبارل يعني مش مطلقين خالص، أو ما فيش أي نوع من أنواع الالتقاء بينهم ما بين القنوات دي والقنوات دي، فأنا بقع في حيرة. بضطر إن أنا أوظف بقى الرأي الخاص بتاعي، ما بتبقاش العملية مجرد داتا بقرأها وبحكم عليها، لا ده أي بيبقى عندي طريقين مختلفين أقدر أعرف إزاي وأنا في مصر هنا الأخبار المزيفة من الأخبار الحقيقية. شكرا. شكرا لحضرتك أستاذ هشام. حضرتك قمت بتوصيف يعني للمشهد الإعلامي عندنا في مصر، بس أنا هختلف إن هو يعني مش جريدة معينة هي اللي واخدة اتجاه معين أو يعني كذا، هو كل وسيلة إعلامية ليها سياستها، زي ما قلنا زي مثلا ما ليها سياستها التحريرية وبتعرض الأخبار بأشكال مختلفة أو بأنجلز مختلفة، ودي حاجة كويسة إن أنا يبقى عندي الأنجل دي والأنجل دي وبقرر أنا في الآخر أو بشوف في الآخر بكون رأيي. احنا المشكلة زي ما حضرتك أشرت إن احنا لو عايزين المعلومة المعينة، طب احنا هنفتح التلفزيون عشان نشوف القناة اللي احنا شايفين إن هي تبقى المصدر الرسمي أو المصدر الموثوق فيه أو المصدر الصحيح للمعلومة، بس احنا بنقع إن احنا بنشوف معرضين أكتر أو بنتفرج أكتر على البرامج في القنوات الخاصة والبرامج الحوارية، أو بنستخدم أكتر السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا تبقى كلها آراء شخصية، فإحنا نعمل إيه يعني؟ فهو إحنا زي ما قلنا إحنا في مرحلة تحول ديمقراطي، فطبيعي جدا كل اللي بيحصل ده، لكن إيه المفروض، إيه النموذج الأمثل أو إيه النموذج الجيد؟ زي ما كنا أشارنا إن بيبقى فيه presence قوي أو وجود قوي للوسائل دي على السوشيال ميديا، تبقى السوشيال ميديا متسابة للناس تكتب بس تطلع الأخبار، أو كل واحد يكتب رأيه بصيغة خبر فالناس تتلخبط وتفتكره خبر، أو إن أنا بسيبها للمواقع الإلكترونية اللي هي ملهاش تاريخ وملهاش يعني مصداقية عالية بين المتلقين، وفي الآخر أنا عشان الناس تجيلي لازم تروح المكان الفلاني عشان تتفرج على كذا كذا وتعرف الخبر. المهم لازم يبقى في اندماج في الوسائل الجديدة عشان المتلقي أو المواطن ما يتوهش في الوسائل الإعلام الأخرى أو الغير صحيحة. شكرا. يعني بالمواقع الإلكترونية إن كل جريدة بيبقى ليها موقع إلكتروني أو بتعمل أبلود للجريدة على الموقع الإلكتروني، لكن التحديث والتجديد بيتم على البوابة الإلكترونية غير الموقع. فأعتقد هم عايزين يبقى بس في بعض التنظيم للعملية دي. لكن هم بيحاسبوهم، انا ما اعرفش ان هم بيقولوا
صح، بس احنا خايفين برضه متفقين ان المجالس دي بلقي 4-5 شهور فلسه في مرحلة التكوين، يعني هو قانون انشاء المجالس لسه في تكوين، لسه في تكوين للمجالس لسه لم يكونها بالشكل الكامل او بشكل نهائي. وبالتالي من ضمن ميثاق الشرف النقاط اللي فيه هي تصحيح الخبر، لو خبر اثبت انه هو فيه مغلوط ان انا بنزل تصحيح، وده بيحصل بره، يعني بنزل كوركشن كل يوم للاخبار اللي كان فيها غلطات اليوم اللي قبله مثلا. بالنسبه لقصه حضرتك كنت بتقول ما بتعرفش تفرق بين الخبر المزيف او الخبر والخبر الصحيح، بس كنت عايزه اعقب انه ده في حد ذاته يعني مجال للوركشوب او للتريننج او يعني لتدريب، ولكن الواحد ممكن يعمل اجتهادات شخصيه، زي مثلا ان انا الرابط بتاع الويب سايت اللي بخش عليه ممكن يبان لي من فوق هو رابط اصلي ولا لا، او اصله فين، هو .eg ولا .حته بره. يعني في ممكن اشوف تاريخ الخبر، ساعات بيبقى الخبر نازل بتاريخ قديم وما باخدش بالي، والمؤلف الخبر ممكن اعمل عنه سيرش واشوف هو ايه حيثياته. ففي كده حاجات بسيطه ممكن الواحد اجتهاديا يحاول يعملها علشان يعني يبعد عن فكره الاخبار المفبركه. حازم يوسف، مراقب في قطاع طب الوقائي في وزاره الصحه. بشكركم جدا على اسئلتها صعبه، لا لا لا، ونشط في المجال الاجتماعي ونقابة. بس احنا دلوقتي يعني في جزء في احنا اتكلمنا في حاجات كتير جدا، الجزء بتاع نقابة الإعلاميين دي نقابة وليدة، ليه احنا ما نبحث ازاي اصحاب المهنة اللي هم الإعلاميين هم اللي يشتغلوا ويسيطروا بينهم من بعض ويطروا يعني يبرزوا الحاجة الصح عشان نقدر نسحب البساط من تحت القنوات الإعلامية الخارجية، هي دي اللي بيتوجه ليها المواطن. يعني في قنوات، في منابر إعلامية في الداخل، ليه احنا ما نسعاش وننشط دور نقابة الإعلاميين؟ هي نقابة لسه يعني هي توافق عليها من مجلس النواب السنة دي، اللي هي تبقى ليها دور فعال في الرقابة وميثاق الشرف الإعلامي مع قنوات القنوات الداخلية عشان نقدر نرجع الثقة فيها. بس شكرا. حضرتك اشرت نقطه مهمه جدا، وده احنا بنسميه تنظيم ذاتي، ان الصحف بتبقى بتتفق او بتصدر اكواد، بتتفق على اكواد هم بيطلعوا بيلتزموا بيها وبتكون ملزمه والجمهور المتلقي عارف بيها، وفي نفس الوقت للقنوات التلفزيونيه. بس هي بتحصل اكتر في الصحف اكتر من القنوات التلفزيونيه، بس هي نوع من انواع التنظيم طبعا اللي يعني متداول ومتعارف بيه في كل الدول. يعني طبعا اكيد مساء الخير، انا سعيده ان انا حضرت الندوه النهارده. هو في سؤال او يمكن ملاحظه، اوكي، سؤال او ملاحظه خطرت في بالي اثناء الكلام، وتحديدا بعد ما الدكتوره ليلى قالت الملاحظه بتاعتها انها بتعمل الدرايه الاعلاميه طوال فتره اللي هي المده اللي هي اشتغلت فيها في مجال التدريس الاكاديمي في الجامعه. أنا دراستي لغات برضو، فالدكاترة بتوعي بشكل واعي أو غير واعي منهم عملوا نفس الشيء ده معايا، وخلوني بشكل أو بآخر إن أنا يبقى عندي حد أدنى من الوعي اللي أنا أقدر أميز ما بين المعلومة والمصدر والمرجع، وأقيم جودة المكان أو الكتاب اللي أنا هاخد منه المعلومة اللي هتفيدني في بحث أو في حاجة بعد كده. الجزئية المهمة أو الحاجة اللي وردت بقى، بما أن الدراية الإعلامية بتتم بشكل أو بآخر أو بمسميات مختلفة من فترات بعيدة، ودلوقتي بقى ليها مسمى وبيحاولوا يدرسوها للنشأة أو غيره، هل لو قلنا أن الوضع الحالي في مصر أو في المنطقة عموما ينطبق عليه كلمة التحول الديمقراطي، هل من مصلحة النظم السياسية الحالية أن النشأ القادم أو الشباب الحالي يبقى عنده الحد الأدنى من الدراية أو تربية وطنية، تربية إعلامية عميقة بالمعنى العميق، هل ده في مصلحته فعلا ولا لا، مع مراعاة حالة الاستقطاب والميول السياسية للشباب اللي ضد النظم الحاكمة حاليا؟ انت جاوبتي، انا
يعني انا مش انت جاوبتي ان في حاله سؤال وانا حبيت يعني مش سؤال انا حبيت اشاركه يعني ميرسي جدا مروه بس انت جاوبتي يعني في حاله استقطاب وفي حاله ان في جماعات ارهابيه بتحاول ان هي تجذب الشباب ليها فانا لو ما علمتش النشء الجديد ده ان هو يبقى على درجه كافيه من الوعي وان هو اما تجيله رساله يشوف الرساله دي جايه له منين والرساله دي بتحاول ازاي تحركه وتغير سلوكه بشكل معين يبقى انا بضر نفسي. وعايز اقول بس ان لو احنا بنتكلم على التربيه الاعلاميه في الـ لو احنا بنقول احنا بنشوف عايزين نشوف المصدر ده وكده بس الاعلام مشكلته ان انت في الجامعه انا بحاول اشوف المصدر ده ايه واجيب اكاديميك ارتكل وبجيب كذا وبجيب كل حاجه بس هو زي ما دكتور دين قالت اللي هو الكريتيكال ثينكينج فهو بس مهم قوي كمان احنا ايه نشير عليه ايه كمان في الاعلام يعني في الاعلام كمان لان هو الويب سايت بتفتحي بتلاقي ملايين الويب سايت بتفتحي قناه تلفزيون بتلاقي الاف القنوات الفضائيه فانا عايزه مش بس ان انت في الكريتيكال ثينكينج في حياتك مهم جدا طب تعالى بقى طبقه على الاعلام هتلاقي نفسك انت بتقع فريسه وضحيه لمعلومات كتيره قوي غلط او لقنوات كتيره قوي مضلله. بنقول انها تحول ديمقراطي تمام ولكن هل النظام ايا كان النظام ورأسه او اركانه او هيكله او اي شيء لما بيربي نشأ هل هو من قرارات نفسه ورؤيته لاداره الدوله هيبقى حابب انه يطلع شاب واعي بينبت ثواني يا دكتوره اكمل الجمله مش اول ما اول حاجه هيعملها انه هيتمرد وهيقف ضده عشان الوضع بالنسبه له هيبقى معارض للي هو عرفه. بس ما كانش يبقى فيه نيه لتغيير النظام التعليمي في مصر بشكل كامل بدايه من السنه القادمه تمام. ومتهيالي ان كدول الضرر الواقع عليها من الشباب الغير مهيئ او المغيب اعلاميا او المغيب عامه الضرر عليهم أكبر من يعني سواء استقطاب لجماعات إرهابية أو متطرفة أو فقدان هوية أو فده ضرر أكبر بكثير من أن هم يكونوا عندهم الوعي الكافي أن هم يبقى عندهم تمكين عندي رأي ورأي مدروس صح بس كده. السلام عليكم يحيى مصطفى محمد جريدة فيس مصر. انا كنت عايز اسال النائب العام ساعات بينزل قرار ويقول لك ممنوع النشر مع ان يكون ممنوع النشر في قاضي عنده مختلس او حرامي او كده يعني طب ممنوع النشر ليه يعني واي حد يعمل او يكتب حاجه عن في الصحف يتحاسب الصحيفه تتحاسب. برضو الموضوع الثاني اللي هو المتحدث الاعلامي اللي هو العسكري يعني اللي متحدث الاعلامي العسكري طب في ناس بتبقى في الموقع الحدث في سيناء ويبقوا شايفين اخبار او صحفي هناك وشاف مثلا الخبر ولو كتب عنه ما ينفعش لازم المتحدث العسكري هو اللي يقول حتى لو كان غلط فدي برضو موضوع تاني صعب شويه المتحدث العسكري حتى لو كان غلط بس حضرتك شوف بس في لو اخذنا كل النماذج الموجوده على مستوى العالم واللي احنا بنحاول النظم الاعلاميه تبقى شبيهه ليها لازم ان انا اخد من المصدر الرسمي لازم اخد من المصدر الرسمي غير لو انا بقى غير لو الصحفي ده والله كان بيحارب وفي المعركه معاهم وشايف كل حاجه وما اعتقدش ان ده بيحصل بس الصحفي جوه الحدث هو بعت الخبر فكده غلط ان هو يبعته لا لازم المتحدث هو اللي يقول او هو اللي يتكلم يعني لان هو بيبقى قايل ان الخبر بتاعه على ما بيبقاش ليه مصدر بيبقى مصدر مجهل بحيث ان نتكلم على مصادر واهميتها احنا وقعنا في كذا مشكله ويعني وبعد كده لقينا ان المعلومات اللي تمت نشرها وتداولها وكانت مصدرها اصلا يعني مواقع اجنبيه غير مصريه كانت بتنشر خبر اصلا قبل ما يحصل ولقينا ان الخبر كان غير صحيح. طب عدم النشر بالنسبه للنائب العام عدم النشر دي عايزه ماشيين دي عايزه ده موضوع كبير قوي ما اقدرش ارد فعلا عليه بسؤال فيعني استاذن حاجه ممكن طيب برضو في حاجه اخر حاجه اللي انا دخلت على اليوتيوب امبارح لقيت حاجات كتير جدا شتائم في السيسي ومش عارف ايه وحاجات كتير ده مش بيغير فكره الشعب المصري او المواطن من الحاجات اللي هي فين الرقابه على الفيديوهات او الرقابه على اليوتيوب. شكرا. انا ما فهمتش السؤال. رقابه على اليوتيوب رقابه على اليوتيوب
فهل ما فيش نقابة على اليوتيوب مثلا او ايه؟ يعني والله يعني انا لو احنا بنشوف شتائم كتيره جدا وبهدله، لو شلت فيديو مثلا سلمى حطاه هتنزل لي بكره 10 فيديوهات وتخلي اصحابها ينزلوا 10 فيديوهات، فخليها في الفيديو بتاع اللي محدش عارفه. يا مساء الخير، انا اسمي مصطفى جلال، بشتغل مخرج. كنت عاوز بس اشير للدور بتاع مركز دعم واتخاذ القرار في مواجهه الشائعات اللي بيحصل في الفتره الاخيره، وراي حضراتكم في الدور اللي بيعمله مركز دعم واتخاذ القرار. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بالنسبه للصحف الاجنبيه اللي حضرتك ذكرتيها ان هي بتعمل دلوقتي رصد للشائعات وبتقول الحقيقه، يعني انا شايف ان الصحف دي اصلا دلوقتي بتتناول الشان المصري يعني هم بينشروا اخبار فيك اصلا عن الشان المصري، فازاي هم بينشروا اخبار فيك عن الشان المصري وهم يعني عندهم رصد للشائعات وبيكذبوها؟ مش هم، هو انت قصدك التناول السياسه التحريريه بتاعتهم لا تتفق او ضد مثلا او بتهاجم؟ يعني معظم الاوقات بيتناولوا الشان المصري. احنا بنقولش ان هم صح 100%، انا بقول في بعض الجرايد